واحد السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحة العائلة الطويرات، ان تكونوا كاملين بخير وعلى خير، الله ييسر الامور للجميع. تحياتي لكم جميعا، ربي يحفظكم. بالنسبة لهذاك الفاش، ايوا بغانا الاخ نديرو البرودوي بكري شوية. ايوا الله يسمح ليه، الله يسمح ليه، راه هضرت معاه في التليفون اللي غير سمح لي، ما كاين حتى شي مشكل اخويا، والله ما كاين حتى شي مشكل. هذاك الغلط ماشي ديالك انت، الغلط ديالي انا، نقدروا نقولوا الغلط ديالو الغلط ديالي، ولكن الغلط ديالي حتى انا. تجيب قفز وتحطه في المكان، عقمو، قلبو، شوف هاد الامور. واخا تقلبو يقدر يكون البيض ويفقس عندك في الغرفه ديال الطيور ديالك، هذا الغلط ديالي عادي ان شاء الله. يعني كاملين تنخطئوا، كاملين تنخطئوا، ومن الغلط نتعلم الصواب ان شاء الله. الله يوفقنا واياكم جميعا لما يحب ويرضى. اليوم ان شاء الله نوريكم، هاتوما الخوت الايفون ماك، نعمر قريعه صغيره داو اللي كاين ان شاء الله، نقطر الطويرات قدامكم قدامكم باذن الله. هذا هو اللي كاين، غندير طويرات كل طير مختلف. هاد القفوز هادو كاملين غيخدم لي اليوم، ولكن اش دير سبيل الولاعه. الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. تحياتي لكم جميعا، الناس اللي تبغيو اخوكم زهير، الناس اللي تبغيو الخير ليا وكما تتبغي الخير لغيرك، فالله سبحانه وتعالى يسوق لك الخير لك انت كذلك. كما تحب لنفسك فحب لغيرك، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. لهذا اللي تتبغي لراسك بغي لغيرك، باش الله سبحانه وتعالى يسيق لك هذاك الشيء اللي شفتي عند غيرك، يسيقه لك ان شاء الله. الله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. تحياتي، او معي ان شاء الله. كما تلاحظوا الخوت، هذا واحد الجدر راه قرب يسالي. انا ما تنبغيش الخوت ندير هاد الوقيته هادي نعطي الايفومان، تنبغي حتى تيسالي وتغير ريش ودوز واحد الشهر عاد باش نعطيهم. ولكن صديقي خير ان شاء الله. شي بنادم يجي عندك يقول لك اسمح لي، والله الا تسمح لي. شي بنادم يجي عندك ويقول لك اسمح لي، والله الا تسمح لي. هذا هو اللي كاين، المتكبر هو اللي خايب، المتكبر هو اللي تتلقى معاه مشاكل، نعوذ بالله من الكبر. يجي شي واحد يقول لي بانه هذا الطير هذا راه خلوي، والحمد لله ها رجيلاته بيضين، خديته خلوي من القريعه هذا، ومازال نوريكم شي حاجه اخرى ان شاء الله. ربي يبارك، هانتوما الخوت، تتشد الجناح ديال هنا، هالتقطيره، وتضربها حدا العرق، وبالنسبة للأيفوماك الخوت، الفاش، وكذلك للدود، دائما قلب. ها القصبة اللي قلبنا البارح الحمد لله، ولكن يعني تفادى الأمور، تحيد الشك. الأولاني الحمد لله، هذا واحد الكاماتشو وليد قرع ديال هذا العام، ان شاء الله توا هذا راه سهل لي تغيير الريش سبحان الله، ولكن طيح السيوف عاوتاني.
هاني ناصحين، ها الترجيلات وباقين بداو يبيضوا، هاني ناصحين، ها شو الريشات بداو يطيحوا، شي يوم ها ورا بدا يطلع فيهم عاوتاني، هاني ناصح بكرفصنا كاع. هذا وليد هذا هاتوما الخوت ان شاء الله يرجعوا هذوك الريشات. يقول لك شي واحد راه والله الا الايفو ماك بغيتي ولا كرهتي. بسم الله نجيب دو طير اخر. ها هو الخوت، هذا سالت غير الريش، هذا راه السيسكن، هذا راه ماشي البانسو. كاين اللي تعيط لهذا البانسو، راك غلط، راه السيسكن. رجيلات كي كانوا كحلين هذا شو تبارك الله، اللهم بارك. يلا سطرية سطرية سطرية، سكتونا صاحبي نتوما سكتونا، شحال فيكم ديال الصداع. نبقى غادي من تحت، طلع هبط طلع هبط طلع هبط. بغيت نوريكم ان شاء الله الخوت، هذا هو اللي كاين. سالينا معاه، ايوا حنا مع الولاعة الخوت، حنا مع الولاعة. ما تنساونوش من الدعاء ديالكم، والله يوفقنا واياكم. بغينا نوريكم غير الولاعة، والله يعني اش نقول لكم، الله يهدي ما خلق وصافي. والله يسمح لهذا أخينا وراه مسامح معاه من القلب. تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.